جينا على قناه قبل كده موبايل شاومي ميد من نوت 5 برو، النهارده على نفس الجهاز دوت هنشوف واجهه ميو اي 10 بتاعت شاومي الجديده. السلام عليكم، انا علاء رمضان، انت بتتفرج على قناه المصري على اليوتيوب. يلا بينا نبدا فيديو النهارده. طبعا انا كمصري ما حبيتش استنى لما شاومي تنزل النسخه المستقره من الجهاز ده. للاسف ما فيش اضافات كتير في الواجهه، ولكن في اضافات حلوه. يعني في اعتقادي انا كمصري ان اول موبايلين نزل لهم ميو اي 10 شاومي ميد من نوت 5 برو وشاومي ميد مي اس 2. بالنسبه لريدمي 5 وريدمي 5 بلس اعتقد دي الخطوه اللي جايه. بص، هو معظم اجهزه شاومي هينزل لها ميو اي 10، ولكن مش كل الاجهزه. بس اللي اعرفه ان شاومي بتبدا بالاجهزه الاكثر اهتماما بالنسبه لها، اللي هي حققت مبيعات اكتر واللي هي قادره تشغل الواجهه بشكل احسن. الحاجات اللي عجبتني النوتيفيكيشن بار بقى شكلها النوتيفيكيشن بار ايه؟ لا خلينا نتكلم بالعربي احسن. لون الايقونات بقى مميز وحلو عن الاول بكتير. لما بتدوس على حاجه كده بيحصل ايماء كده، حاجه حلوه، والالوان بص يعني ازرق او لبني مش عارف بيسموها ايه. وكمان شاومي ما نسيتش انك تقدر تعمل اضافات زياده، يعني تضيف حاجات مثلا انت عايز تضيفها. شريط الاضاءه بقى حاجه مسليه جدا، لما تيجي تعلي الاضاءه وتوطي الاضاءه بتحس بحاجه حلوه كده بينقلك للصفحه الهوم الرئيسيه وانت بتعلي نور وتوطي، يعني حاجه كويسه. وكمان الاشعارات بقت احسن من الاول، يعني تقدر تشوف مثلا رساله جات لك على الواتس وترد عليها من غير ما تفتح التطبيق، دي حاجه كويسه جدا بتوفر عليك وقت كتير. يعني كمان بقى في سلاسه في النظام والاستخدام، بيفتح التطبيقات بشكل اسرع بكتير من الاول. وكمان ميزه السكند سبيس لسه موجوده، اللي ما يعرفهاش الميزه دي بتسمح لك انك تعمل جهازك اتنين، تخلي جهازين في نفس الوقت وكل نسخه باسورد وخاص بيها. وكمان لما بتتك على ايقونة الصفحة الرئيسية وبتسحب من تحت لفوق بتلاقي كده ايه الايماء طلعت الصفحة الرئيسية، حاجة اسهل من الاول. يعني كمان لما بتسحب من الشمال لليمين بترجع للحاجة اللي انت كنت فاتحها قبلها. الحاجات كمان اللي عجبتني التطبيقات اللي بتبقى في التشغيل المؤقت اللي هي الرامات، بتلاقيها مرصوصه كده كل اتنين مزدوجين جنب بعض، يعني حاجه حلوه قوي. وكمان شاومي ركزت انها تقلل من استخدام الواجهه للرام وتبقى اسرع وسلاسه اكتر للجهاز. لما بتدوس ضغطه مستمره على تطبيق معين بيحصل كده ايماءه لذيذه كده اختصارات، والاختصارات بص حوالينا على التطبيقات بتبقى مرميشه ازاي، مش باينه التطبيق بس اللي انت دوست عليه، حاجة حلوة يعني. وكمان ميزة انك تقدر تفتح تطبيقين في نفس الوقت الحمد لله ما نسيتهاش شاومي، ولسه موجودة وبقت شغالة بسلاسة عن الأول، وتقدر تتحكم في حجم التطبيق اللي مشغله، تصغر تطبيق تكبر تطبيق، مش بس تطبيقين مثلا بحجم مثالي. يعني أنا فاتح كل التطبيقات ديت وفاضل لسه حوالي 1.5 جيجا من الرامات، يعني حلو أوي يعني. وده يوضح قد ايه اهتمت شاومي بالواجهه في التحديث دوت عن التحديثات اللي فاتت. الصوت بقى يظهر بشكل احسن من الاول، يعني بص كده الصوت ظاهر بشكل طولي، ودي حاجه ما كنت مستنيها من زمان بصراحه. كمان صوت السبيكر الرئيسي او صوت المكالمات تقريبا لاحظت ان هو قليل عن الاول بكتير، يعني فرق ملحوظ في الصوت بتاع المكالمات وبتاع الاغاني اللي هو السبيكر الرئيسي. من الاخر شاومي هنا حبت تهتم قوي بالنيو اي 10 الجديده، وفي تحسينات ملحوظه ومتطوره جدا. يمكن ما قدرتش اغطي كل المميزات الجديده، بس اكتشفوها انتم مع نفسكم بقى. وكالعاده بس كده خلصت الفيديو، السلام عليكم.